قضية الصحراء مالها قضية الصحراء؟ الصحراء صحراء ودايرين دولة ديالهم، عندهم الوزارات، عندهم التمثيليات الدبلوماسية والبعثات الدبلوماسية. اش غادير لهم لا انت ولا انا؟ خلينا من الهضرة اللي كيقول النظام المغربي. الصحراء مغربية، طنجة الكويرة، بلا بلا. شعب الصحراء، الصحراء والبوليزاريو داروا عندهم الرئيس، عندهم المجلس الوطني، عندهم البرلمان، عندهم المنتخبين، عندهم الوزارات، عندهم الوزراء في جميع المجالات، وزير التعليم، وزير الثقافة، وزير الدفاع، وزير الصحة، وزير الاتصال، كاع الوزارات عندهم. عندهم البعثات والتمثيليات الدبلوماسية في عدد من دول العالم. فمشكل الصحراء ما نسمعوش بالأذن اللي كيهضر لنا فيها النظام المغربي، لا، نسمعوه بأذن واحدة أخرى اللي فيها الحقيقة. الشعب الصحراوي شعب قائم بذاته الآن، ينتظر الاعتراف الدولي. اش غندير له؟ لا انا ولا انت، سواء اختلفنا معاهم ولا اتفقنا معاهم، اشنو غنديروا؟ الناس ناضلوا وقدموا شهداء وغاديين ومؤمنين بفكره وبمبدأ ديالهم، اشنو غنديروا لهم حنا؟ نقتلوهم؟ ما جاتش لور. نكونوا عقلانيين في التحليل ديالنا شويه. صحراوة راه صايبهم، مشاو داروا حكومه ديالهم والرئيس وكلشي والسفارات والسفراء، اش بقى ما نديرو؟ تبقى حاله واحده، هي انه حنا كجمهوريين مغاربه الا قدرنا اننا نجلسو معاهم للطبله مع البوليزاريو ونقولوا لهم اودي نعلو الشيطان، اجي نديروا اليد في اليد ونتوحدوا ونحاربوا النظام الملكي المغربي ونديروا دوله واحده مستقله. هذا هو اللي بقى في يدينا. اما باش انه نقولوا لا الصحراء مغربيه، الصحراء ماشي مغربيه في الوراق، ماشي مغربيه وفي الوراق ما عمرها كانت مغربيه، وهذا هو الواقع اللي ما بغاوش المغاربه يدخلوه لدماغهم. سواء اختلفتي معاهم ولا اتفقتي معاهم، راه الواقع هو هذا. الواقع كيقول بانه الصحراء والناس اللي ساكنين في الصحراء ماشي مغاربه، عندهم نظام ديالهم، عندهم جمهوريه ديالهم، وداك الشيء اللي كيقول المخزن عبر القنوات المسمومه ديالو دوزام والمغربيه والاولى وداك التخربيق، داك الشيء كامل كما كنقولوا غير التخربيق، راه ما واكلش. الناس صافي قضاو الغرض، داروا الجمهوريه ديالهم. فكنعيد وكنكرر بانه الحل اللي مازال عندنا في المساله ديال الصحراء بالنسبه للاخوان اللي يلاه التحقوا، وانه حنا كجمهوريين واش عندنا القدره باش اننا نجلسوا مع الصحراوه ونقنعوهم بانه نديروا اليد في اليد ونحاربوا كاملين النظام الملكي ونأسسوا الديمقراط الجمهورية الوطنية من طنجة للكويرة سيدي، ولكن تكون الجمهورية. قلنا الصحراوة سيبو مشاو هربوا، ما بقى لنا فين نشدوهم. دابا صافي كينتظروا الاعتراف الدولي، وراه حتى المشكل ديال الصيد الساحلي في المياه ديال المحسوبة على الصحراء، يعني من أكادير لتحت، راه مطروح الان في البرلمان الاوروبي وفي المحكمه باش انه يشوفوا شنو غيديروا فيه. ما نسمعوش غير داكشي اللي كيتقال في الاخبار ديال المغرب. الناس راه مشاو بعيد اخويا.